وإلى وزارة التموين، حيث عقدت اللجنة الفنية المشكلة من قبل الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية برئاسة ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية واللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اجتماع مع اتحاد الأعمال السوداني تم من خلاله بحث تبادل السلع الغذائية بين مصر والسودان، وخاصة زيادة استيراد كمية اللحوم السودانية لمصر في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة توفير السلع الغذائية وخاصة اللحوم، وده خلال عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. وأكد رئيس هيئة السلع التموينية أنه تم الاتفاق مبدئيا على استيراد كميات كبيرة من اللحوم السودانية لمصر بأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة وفي منافذ البيع للمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة خلال أيام عيد الأضحى بإذن الله. لمزيد من التفاصيل حول هذا وما زلنا مع وزارة التموين، دكتور خالد حنفي أيضا وزير التموين افتتح اليوم مركز الاتصالات بالقرية الذكية لخدمة صرف السلع التموينية المدعمة، وشارك في الافتتاح الدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات واللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع. زميلنا أحمد فرج من هناك من القرية الذكية حيث مقر هذا المؤتمر الصحفي لهذا الافتتاح، أهلا بك يا أحمد. أهلا بك أحمد فرج من مقر القرية الذكية. دينا برحب بك، وكما ذكرت منذ ما يقرب أهلا بك وكما ذكرت يا دينا، منذ ما يقرب من ساعة قام وزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بافتتاح كول سنتر أو مركز للاتصالات، وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يخص وزارة التموين، ويتم إرسالها سريعا إلى وزارة التموين والرد سريعا من قبل الوزارة على هذه الشكاوى. هذه هي وسيلة كما ذكر لي وزير الاتصالات بالإضافة إلى وزير التموين، وسيلة سريعة للتواصل بين وزارة التموين والمواطن، فهذه الوسيلة رفعت المعاناة عن كاهن المواطن في التوجه إلى وزارة التموين، وذلك للمساهمة أو بعث شكوى إلى هناك، فبالاتصال فقط على الخط الساخن 19-280 يستطيع المواصل إرسال الشكوى الخاصة به إلى وزارة التموين. للعلم أيضا أن هذا مركز الاتصالات هذا كان يعمل في السابق لمختلف الوزارات، ولكن اليوم تم إضافة وزارة التموين إليه. وبسؤالي أيضا لوزير يعني رقم الخط الساخن اللي بيبعث بالمواطنين إلى وزارة التموين هو 19-280. 19-280، اشرح لنا بقى الآلية إزاي المواطن هيقدر يستعلم أو يشتكي. بتقوم يعني أنا جلست بجوار أحد الأفراد الذين يقومون بتلقي هذه الشكاوى وقمت بمتابعته، يعني بيتلقى الشكاوى ويقوم ببعثها مباشرة إلى وزارة التموين، وبيكون الاستجابة من قبل وزارة التموين. معظم الشكاوى التي وصلت إلى مركز الاتصالات هنا منذ فتح الخط الساخن 19-280 خاصة بمنظومة الخبز الجديد ومدى رضاءة بعض يعني رغيف الخبز في بعض المناطق وفي بعض المحافظات. من القرية الذكية حيث مقر مركز الاتصالات بالقرية الذكية لخدمة صرف السلع التموينية المدعمة اللي افتتحه النهارده دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه، ومعانا بالفعل دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه، اهلا بيك يا دكتور. والنهارده الحقيقه معانا اخبار مبشره جدا، مجهودات كبيره لوزاره التموين، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بيك. النهارده الافتتاح اللي احنا كنا بنتكلم عنه لهذا المقر او الكول سنتر او مركز الاتصالات في القريه الذكيه، يا ريت تشرح لنا ايه الاليه اللي هيعمل بيها وازاي ان هو هيخدم المواطنين في هذا المجال ويسهل المهمه جدا بخصوص الاستعلام او الشكاوى، او يعني اشرح لنا حضرتك الاليه والجدوى. بص انا عايز اقول لحضرتك انا بخدم احسن ناس في مصر اللي هم الناس اللي بياخدوا التموين.
وبخدم اهم ناس في مصر اللي هم الناس اللي بيطلبوا العيش. عشان كده لما جيت افكر اعمل خدمه عملاء او اعمل مكان لتلقي الشكاوي، رحت برضه لاحسن مكان في مصر بيقدم ده عشان يليق بيهم، اللي هو القريه الذكيه. وجوه القريه الذكيه اخترنا احسن شركه بتقوم بعمل الكول سنتر وتعاقدنا معاها علشان نخدم الناس اللي هم بيتعاملوا مع التموين ومع منظومه العيش. الحقيقه ان احنا واحنا بنفكر في تقديم منظومه العيش او منظومه التموين، الفكره مش فقط مجرد تقديم سلع، هي في خدمه مهمه لازم تؤدى للمواطن، ولازم المواطن يكون قادر على ان هو يعبر عن الشكوى بتاعته ويكون في استجابه سريعه للشكوى بتاعه المواطن. احنا عملنا الكول سنتر ده بالمواصفات دي عشان نقرب اكتر للناس. فكره ان المواطن يتلقى السلع المدعمه باعتباره ياخدها زي ما هي، اذا كان يعني عاجبه عاجبه مش عاجبه بلاش، الكلام ده انتهى. ومن حقه، ده حقه وحق اصيل ليه، ان لو في اي خلل انه يعبر عنه، انه يتصلح بشكل مباشر. دي الفلسفه اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنعمل تغيير في ثقافه، يعني منظومه العيش ومنظومه التموين هي ابعد من مجرد ان احنا بنعمل طريقه جديده للتوزيع. احنا بنعمل ثقافه جديده بتدي للمواطن حريه الاختيار، بتدي للمواطن الحق في ان هو يرفض الحاجه اللي مش عاجباه، بتدي المواطن الحق في ان هو يعبر عن غضبه اذا كان غضبان من شيء، وبتدي له الحق ان كل خطا يتم تداركه واصلاحه. والله يا دكتور خالد احنا بجد بنشكر حضرتك، لانه احنا هنا بنتكلم عن مرحله او مستوى اعلى من الخدمه، وهو الحديث عن الكواليتي، عن النوعيه وعن جوده الخدمه، كيف ستقدم هذه الخدمه. وده معناه ان احنا وصلنا لمرحله اعلى من فكره الخدمه نفسها. ونتمنى طبعا المواطن يعرف يستخدم هذه الاليه بشكل يعني يقدر يقدم له هذه الخدمه فعلا بنفس الدرجه العاليه من الجوده. أنا حضرتك ان الكول سنتر ده هو الكول سنتر بتاع البنوك، بتاع الشركات الطيران، بتاع الاوتيلات الراقيه جدا، وده اللي يليق بالمواطن بتاعنا. حضرتك احنا لما هنقدم خدمه لازم نقدمها راقيه للمواطن. يا ريت والله الفكره دي تعمم، يعني حضرتك بدات كلامك بشكل. عايز اقول لحضرتك حاجه كمان بالمره، يعني الكول سنتر مش هو بس اللي افتتحناه النهارده، احنا عملنا كمان النهارده نظام للتواصل بالاس ام اس مع المواطن بالرسائل. الرسائل دي هيبدا تفعيلها ان من النهارده هنرسل 100 مليون رساله للمواطنين كلهم، وبعد كده المواطن اللي عايز يستفسر عن رصيده في كارت التموين او في العيش او كده يقدر يستفسر، لما يعمل معاملات يقدر يعرف المعامله دي بكام عشان محدش يخدعه، محدش يستغله. يعني احنا هيوصل لنا كل يوم رسائل على الموبايل من وزاره التموين؟ لا، هيبقى في رساله مبدئيه بتعرف المواطن بايه اللي يعمله، والمواطن في اي لحظه هيعوز يستفسر عن رصيده بشكل مميكن هيبعت لرقم معين زي كده بتاع الانتخابات، هيرد عليه يقول له انت رصيدك كذا وفاضل لك كذا. يعني رصيده من المواد التموينيه؟ ما هو جزء كبير من شكاوي الناس ان ساعات حد بيستغل ان هم مش عارفين او كده، بيبيع لهم حاجه بسعر مش مظبوط، ما بيدولهمش حقهم، فهيقدر ان هو يبقى عارف حقه بشكل واضح. فاهمه قصد حضرتك، يعني هو مثلا ليه 15 جنيه دعم، لو هو راح مثلا اشترى بيهم فرخه فهياخدها ببلاش، ممكن واحد بالضبط. تاني يروح مثلا يحاول ياخد فرخه ببلاش ويكون هو مستوفي رصيده اصلا من حاجات تانية من سلع. هو مثلا مواطن، مثلا اسره افترضي حضرتك ليها 75 جنيه رصيد، انا هاجي الرساله دي هتقول له انك ليك 75 جنيه. راح اشترى حاجات قللت رصيده من 75 ل 50. فالرساله هتقول له انك فاضل لك 50، لانه ممكن هو يبقى قلل رصيده ب 25 وحد يخدعه يقول له لا ده انا رصيدك خلاص مالكش حاجه عندنا. فيبقى عارف حقه باستمرار وعارف اللي ليه واللي عليه قد ايه. طب عايزه اسال حضرتك سؤال اخير سريع بس عن اللحوم السودانيه اللي تعاقدتوا عليها. بصي هقول لحضرتك حاجه، انا بفاصل ل 90 مليون مصري. وبقعد اتفاوض واتعاقد بشكل معقد جدا يظهر في الاخر في اللي حضرتك بتقوليه. انا لما بقعد على ترابيزه التفاوض بقول المواطن عايز اوصل له بسعر معين لمنتج معين. اللحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها في شهرين ثلاثه
كان سعر الكيلو متجاوز ال 48 جنيه. احنا اجتهدنا جدا وقدرنا نوصلها ل 39 جنيه و90 قرش. 39 جنيه و90 قرش. اذا يعني نقدر ناخد ده خبر انه لا لا لا، خدي الخبر بقى اللي بعده. اللي بعده امبارح وصلنا ل 35 جنيه. 35 كيلو لحمه مذبوحه في مصر من مصدر سوداني، بتيجي لمصر وبتذبح في مصر، لحمه جيده جدا طازجه ب 35 جنيه. نعم ب 35 جنيه هتكون. نعم. موجوده باذن الله في المجمعات الاستهلاكيه قبل عيد الاضحى المبارك. موجوده يا فندم من دلوقتي، ومعاها لحمه استرالي ب 45 جنيه ولحمه برازيلي ب 45 جنيه. الارقام ديت اللي بيشتري واللي بيروح السوق فاهم معناها كويس قوي، لان المناظر لها ب 80 جنيه وب 85 جنيه. احنا بنتكلم في اتجاه عكس الاتجاه تماما بتاع ارتفاع الاسعار. احنا طول الوقت بنحاول نقاوم ارتفاعات الاسعار لمصلحه كل الناس، طول الوقت بنفكر بشكل مختلف عشان نقدر ان احنا نعمل حاجه تكون مختلفه، لان احنا في مرحله ما ينفعش ان احنا نمشي بالطريقه العاديه ابدا. بنشكرك جدا دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه. اذا حسب تصريحات سياده الوزير هيكون موجود في المجمعات الاستهلاكيه ومنافذ البيع لحوم سودانيه الكيلو ب 35 جنيه متواجده من الان، ولحوم استرالي وبرازيلي الكيلو ب 45 جنيه متواجده من الان وحتى عيد الاضحى المبارك.